مع ارتفاع درجات الحرارة في منطقة الخليج العربي والإمارات، يعتبر الاحتباس الحراري واحدة من أخطر العوامل البيئية التي تهدد الإنسان. فيما هي ظاهرة الاحتباس الحراري وكيف نتفادى أضرارها البيئية؟ الإجابة عن هذا السؤال مع زميل محمد الجنيدي. ارتفاع درجات الحرارة في منطقة الخليج العربي ومنها الإمارات والتي تصل إلى نهايات الأربعينات تتسبب لدى الكثيرين أرقا مزمنا، خاصة لمن يعملون في الفترات الصباحية خارج المكاتب. كما أن المنطقة شهدت في السنوات القليلة ازدياد ظاهرة الاحتباس الحراري، وهي من بين أكثر القضايا البيئية مدعاة للقلق التي يواجهها العالم اليوم. ولا تنطوي هذه الظاهرة على ارتفاع درجة حرارة الأرض، ولكنها أكثر من ذلك بكثير، حيث أصبحت الآثار السلبية لظاهرة الاحتباس الحراري أكثر وضوحا. طبعا هو في اكثر من سبب لارتفاع درجه الحراره. اول سبب ان احنا في موسم الصيف، ده اكبر سبب. السبب الثاني هو يعني وجود غاز ثاني اكسيد الكربون في الجو، واسبابه عديده، قذره المصانع، استخدام السيارات بشكل مفرط، فيؤدي الى اللي هو الجلوبال وورمنج او الاحتباس الحراري، فده ادى الى زياده الحراره بشكل عن الطبيعة وعن المعدل الطبيعي اللي احنا متعودين عليه. الباحث في علوم الفلك والأرصاد الجوية إبراهيم الجروان حذر من احتمالية التعرض للاحتباس الحراري داخل المركبات المغلقة والمعرضة لأشعة الشمس بصورة مباشرة، حيث تصل درجة الحرارة بها إلى نحو 60 درجة، وذلك إذا ما كانت درجة الحرارة خارجها 40 درجة مئوية فقط، معتبرا أن هذا الاحتباس الحراري قد يتسبب في أضرار صحية وإنهاك حراري قد يفضي إلى الموت، وخاصة لفئة الأطفال إذا ما تركوا لفترة داخل المركبة وهي مغلقة. إذا أشعة الشمس كانت صوبك يعني أنصحهم، يعني إذا كانت درجة الحرارة بعد تكون مرتفعة وأنصح الشخص يطلع في هالوقت. وعن الأطفال أنصحهم يتأكدون قبل ما ينزلون إذا الطفل يكون موجود في السيارة ولا لا. أنصحهم أن ما يطلعون ما يتعرضون لأشعة الشمس، لأن درجة الحرارة تكون وايد مرتفعة، ويستخدمون أشياء واقية للشمس ونظارة شمسية عشان أشعة الشمس. ولأن درهم وقاية خير من قنطار علاج، فقد حدد المتخصصون بعض النصائح التي تقي من المشاكل الصحية المرتبطة بالحرارة، ومنها تجنب التعرض للحرارة وأشعة الشمس قدر الإمكان، واستعمال المستحضرات التي تقي من الأشعة، إضافة إلى حصول الجسم على الكميات الكافية من السوائل، وتجنب القيام بأنشطة بدنية تحت أشعة الشمس المباشرة. كل ذلك من أجل شيء واحد فقط، هو تجنب الإنهاك الحراري وأضراره المختلفة. في وقت تشهد فيه المنطقة بظاهرة الاحتباس الحراري، تشهد درجات الحرارة العالية هذه على مخاطرها، لتبقى الوقاية واجبة. لأخبار دار محمد الجنيدي، الشارقة. وللحديث أكثر حول الموضوع ينضم إلينا في استديو أخبار الدار الأستاذ إبراهيم الجروان، مساعد مدير مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك والباحث في علوم الفلك والأرصاد الجوية. أهلا وسهلا بك. بداية أستاذ، ما هي أهم المخاطر التي قد تنتج بشكل عام عن ارتفاع درجات الحرارة؟ طبعا ترتبط بارتفاع درجات الحرارة خاصة في منطقة الخليج العديد من الأضرار التي ممكن أن تأثر فيها الإنسان بشكل مباشر. نعم. طبعا في بعضها مرتبطة بتواجد الشمس المباشرة، مثل ضربة الشمس. الضربات الشمس هاي خاصة في الفترة بين الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 بعد العصر أو عصرا، هاي فيها خطورة كثيرة على ضربات الشمس، وكذلك على إصابة الجلد ببعض اللي هي الحروق اللي ممكن تؤثر على الجلد نظرا لشدة الأشعة الفوق البنفسجية المصاحبة لهذه الأشعة. طبعا هنالك أيضا اللي هي ظاهرة اللي هي الحروق الأخرى اللي هي أو الالتهابات الشمسية. نعم.
هذه في حالة عدم تعرض لأشعة الشمس المباشرة، لكن مع ارتفاع درجات الحرارة بعض الملابس اللي هي الغير مناسبة للحرارة أو لغير اللي ما تهوي الجسم بشكل طبيعي ممكن تساعد على وجود التهابات أيضا في الجسم، أو بعض اللي هي الأنواع من الالتهابات التي أيضا يتأثر فيها الإنسان. هناك ايضا اللي هي بعض الاضرار التي يمكن ان تصاحب فيها اللي هي الحراره العاليه، الانهاك الحراري، وكذلك اللي هي الصدمه الحراريه، بالاضافه الى اللي هو ضربه الشمس اللي ذكرناها قبل شوي. استاذ، يعني معناته نحن ننصح الناس بشكل عام عدم ممارسه الانشطه الرياضيه او عدم ممارسه نوع انواع معينه في خلال هاي الفتره لتجنب الاضرار. طبعا الوزارات المعنيه في هذه الفتره حظرت العمل تحت اشعه الشمس المباشره خاصه صحيح. في فتره الظهيره صحيح. طبعا هذا مراعاه لهذه العوامل، في بين الساعه 10 صباحا وحتى 4 عصرا طبعا من الغير مستحب القيام باعمال رياضيه او باي اعمال ميدانيه تحت اشعه الشمس المباشره. نعم. الانهاك الحراري، بخصوص الانهاك الحراري، ممكن ان يقع بدون أشعة الشمس المباشرة أو ممكن أن يقع في الأماكن المغلقة مثل السيارات المغلقة. نعم. فعند درجة حرارة 40 نعم. درجة مئوية قد ترتفع درجة الحرارة، طبعا للسيارات المغلقة والغير محمية. نعم. قد ترتفع درجة الحرارة داخل السيارة أكثر من 60 درجة مئوية، وهذا ما شاهدناه في الفترات الماضية سواء في دولة الإمارات بعض الأطفال الذين يعني تأثر فيها، وأيضا يبلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة من 30 إلى 40 طفل سنويا بفعل الاحتباس الحراري داخل وكيف السيارة. وكيف يكون التأثير أستاذ يعني في داخل السيارة؟ داخل السيارة الجسم يعني ما يستحمل درجات الحرارة مثل ما ذكرنا توصل 60 درجة مئوية أو قد ترتفع. مع أنه مغطاة بالسيارة. لا، احنا نتكلم في السيارة اللي هي غير مغطاة والمعرضة لأشعة الشمس نعم المباشرة نعم في نعم فترة نعم الظهيرة. نعم. ويعتبر ذلك من مخاطر الاحتباس الحراري. من هذه المخاطر، وللأسف أن في دولة الإمارات في السنوات الأخيرة شاهدنا يعني حالات تتكرر من حالتين إلى 3 حالات سنويا، أطفال يقعون لضحية سواء لأضرار صحية أو بعض الحالات أدت إلى الوفاة شاهدناها نعم العام الماضي نعم بفعل ترك الأطفال في السيارة المغلقة تحت أشعة الشمس. نعم أستاذ، نتطرق إلى قليل يعني موضوع مختلف، وهو لاحظنا بالأمس هطول أمطار على مدينة العين، هل تتوقع أن تمتد هذه الأمطار في الأيام المقبلة؟ طبعا مع منتصف يوليو تبدأ تنشط اللي هي الكتل الهوائية الرطبة الآتية من جهة الشرق، شاهدنا الأمطار الروايح اللي هي تحركت في منطقة العين، كذلك لاحظنا سحب الكوس أيضا وصاحبها بعض الرادات في مناطق الساحل الشرقي من نعم دبا والفجيرة نعم وخرفكان. طبعا هذه الظاهرة سواء الأمطار اللي هي الركامية الرعدية في المناطق الجبلية أو في الساحل الشرقي الكوس هاي مستمرة من منتصف شهر يوليو لغاية منتصف شهر سبتمبر بإذن الله. وهل ستتغير درجات الحرارة أو إلى مزيد من ارتفاع في الدرجات؟ طبعا درجات الحرارة في المعدلات العادية تصل من 41 إلى 43 في نهايات القصوى. نعم. كل 10 أيام لأسبوعين نتوقع موجة حر ترفع درجات الحرارة بمقدار يقارب تقريبا 5 درجات مئوية. حاليا هذه الأيام موجة حر تتأثر بها دولة الإمارات وأيضا منطقة الخليج العربي. أعلن مركز الوطني للأرصاد الجوية بلوغ درجة الحرارة اليوم 50 درجة وبوينت 7 درجات، يعني تعدت 50 درجة طبعا في بعض مناطق الدولة، وهذه أيضا حتى اللي هي انحرافات طبيعية في دولة الإمارات نعم بالرغم من وجود موجة الحر. نعم. أستاذ إبراهيم الجروان، مساعد مدير مركز أشرقة لعلوم الفضاء والفلك والباحث في علوم الفلك والأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك. شكرا.